أثبتت المراقبة والعلوم أن كل ما في العالم والكون حولنا مكون من المادة، وأن كل مادة مكونة بدورها من جزيئات تعرف باسم الجسيمات من دون الذرية، منها البروتونات موجبة الشحنة، والنيوترونات الموجودة في قلب الذرة، والإلكترونات سالبة الشحنة التي تدور مرتفعة حولها. ولكن في عام 1928 جاء فيزيائي بارع يدرس الميكانيك الكمي اسمه بول ديراك ليغير نظرتنا إلى الكون بشكل جذري. فبحسب ديراك، للذرات والجسيمات التي نعرفها صورة مقابلة أو معاكسة، وقد أظهرت حساباته أن مقابل الذرات التي تشكل المكون الأساسي للكون ثمة ما يعرف بالذرات المضادة، وهي معاكسة تماماً للذرات الشائعة. وتوقع ديراك أن تضم نواة الذرة المضادة بروتونات مضادة سالبة الشحنة بدل البروتينات الموجبة في الذرات العادية، وأن الإلكترونات التي تدور حول نواة الذرة المضادة ليست سالبة الشحنة بل هي موجبة الشحنة وتعرف باسم بوزيترون. وفي عام 1955 أكدت الاختبارات التي أجراها أوين تشامبرلين وإميليو سيغري الفيزيائيان الفائزان بجائزة نوبل وجود المادة المضادة، وبعد ذلك لوحظ وجود المادة المضادة أيضاً عند تصادم الأشعة الكونية بالغلاف الجوي المحيط بالأرض. وتمكن العلماء من إنتاج كميات صغيرة من المادة المضادة في معجلات الجسيمات مثل المعجل الكبير في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية في سويسرا. وعندما تتصادم المادة مع المادة المضادة تلغي الواحدة الأخرى، ما ينتج كميات كبيرة من الطاقة تأخذ شكل الضوء وجسيمات أخرى. وبات العلماء مقتنعين أنه منذ 14 مليار سنة عند بدء الكون كانت كميات المادة والمادة المضادة التي خلقت ودمرت متعادلة، وبقيت كمية قليلة جداً من المادة، وأن الكون كما نعرفه اليوم مكون من هذه البقايا. إن سبب تفوق المادة على المادة المضادة هو من أكبر الألغاز التي يواجهها العلماء اليوم، إلا أن الاختبارات التي تجري في مصادم الجسيمات الخاص بالمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية والتي تحاول محاكاة ظروف اللحظات الأولى بعد خلق الكون يمكن أن تحمل حلاً لهذا اللغز يوماً ما. وهذه فيزياء مذهلة تسطع في سماء نجوم العلوم.